أول شيء الحمد لله إن هذا المرض مش معدي. بهي يعني الشخص اللي تعرض للسعة والقرص هو نفسه بس اللي بينصاب بالشيء هدايا. الشيء الثاني يعني للتعامل عادي ما فيش إشكالية، المهم طرق إنك أنت كيف إن هو تنصح بإنه يتابع العلاج. راه يحتاج إلى يعني مش كورس علاجي فترة أسبوع واحد فقط، راه العلاج يحتاج إلى فترات، يعني نوصل حني لفترة توصل حتى مراتها يعني حني. إذا كان أكثر علاج واللي يعرفون الناس واللي يجوا حتى لما يجوا يتابعوا يقولك فيه حقن فيه حقن، إنه يوصل من أسبوعين لثلاثة أسابيع وهو ياخذ في الحقن، أو على حسب العلاج طبعا فيه حقن في العضلة وفيه حقن موضعي. وعندنا شيء الثاني طبعا في العلاج اللي هو العلاج بالكي البارد أو بالمضادات الحيوية إذا كانت ملتهبة.